بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم على قناتكم الأولى للطبخ، ولا تنسوا جديد القناة الثانية للحلويات والمخبوزات. وصفتنا لليوم بريوات محشوة بالدجاج والخضر. تابعوا معي المكونات وطريقة الإعداد. كمكونات لهذه الوصفة سنحتاج إلى 300 غرام من صدور الدجاج، بصلة متوسطة الحجم، حبة قرع أخضر أو كوسة متوسطة الحجم، وإلى 3 حبات من الجزر، 150 غرام من ورق البسطيلة. قد سبق أن أعددته بفيديو سابق، يمكنكم مراجعة ذلك. القليل من الزبدة المذابة لدهن ورقات البسطيلة، 30 غرام من الزبدة ما يعادل ملعقتي طعام، ملعقتي طعام من البقدونس والقزبرة المفرومين ناعما، ملعقتي طعام من الزيت النباتية، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الهريسة وهي اختيارية، إلى فصي ثوم، وملعقة صغيرة من الزنجبيل سكينجبير. كذلك سنحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود البزار، وإلى أصفر بيضة للصق البريوات. بسم الله على بركة الله أشرع في إعداد الحشوة. أقطع الدجاج، أحاول أن أقطع الدجاج إلى مربعات صغيرة حتى يطهى بسرعة ونسهل عملية حشو البريوات. بعد تقطيع الدجاج إلى قطع جد صغيرة، أنتقل إلى برش الخضر برشا ناعما. أقطع الجزر إلى نصفين، ويمكنكم كذلك تقطيع الخضر يدويا إلى قطع جد صغيرة. أضعه بآلة البرش، أبرش كذلك الكوسة القرع الأخضر، وأقطع البصل إلى مربعات جد صغيرة. لطهو الحشوة بمقلاة وعلى نار متوسطة، أضع ملعقتي زيت نباتية، أضيف الزبدة، البصل، وقطع الدجاج. أقلي البصل مع الدجاج دائما مع التقليب من حين إلى آخر. أضيف كذلك الثوم المهروس، وأتبل بالملح، الزنجبيل سكينجبير، الهريسة وهي اختيارية، وأضيف الفلفل الأسود بالجزر. أقلب المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى يتقلى الدجاج ويذبل البصل. بعدما أن تقلى البصل مع الدجاج، أضيف كل من الجزر والقرع الأخضر أو الكوسة. أدمج المكونات مع بعضها البعض وأتركها تطهى حتى تجف تماما من السائل. بعد نضج الحشوة وجفافها من السائل، أطفئ الموقد وأضيف القزبرة والبقدونس المفرومين. هنا أضفت البقدونس مع القزبرة حتى لا يحترق معي ويحتفظ بلونه الأخضر. بعد دمجي لجميع المكونات، أترك الحشوة حتى تبرد تماما.
بعدما أن بردت الحشوة تماما أنتقل إلى حشو وحدات البريوات. بالنسبة لورق البسطيلة فقد سبق أن أعددته بفيديو سابق، سأضع الرابط مع الفيديو. يمكنكم استعمال كذلك ورق البوريك أو الجولاش أو الفيلو. أقطع أوراق البسطيلة إلى نصفين، وبنصف كل ورقة سأشكل بريوة واحدة. أضع نصف الورقة على سطح العمل، أدهنها بالزبدة المذابة بحرارة المطبخ. وكما تتبعتم معي طريقة إعداد البريوات ببريوات اللوز أو ببريوات اللحم المفروم الكفتة، سأطوي هذا الجانب حتى نعطي ورقة البسطيلة شكل مستطيل. أضع حوالي ملعقة طعام ممتلئة من الحشوة بطرف الشريط، ونحاول أن نعطيها شكل مثلث مع الضغط. مرة نلفها باليمين ثم على اليسار لإعطائها شكل مثلث. وبطرف شريط الورقة سأدهنها بالقليل من أصفر البيض. يمكنكم تعويض أصفر البيض بالقليل من الدقيق المخلوط مع الماء. أدخل هذا الطرف إلى الداخل حتى نحافظ على الشكل الجمالي للبريوة. أضع الحشوة بطرف الشريط وأبدأ بلفها مع الضغط لإعطائها شكل مثلث، مرة على اليسار ومرة على اليمين. في هذه الأثناء حضرت الفرن، فهو ساخن على درجة 180 درجة، يجب أن يكون الفرن ساخن. وأستمر في تشكيل الوحدات بنفس الطريقة. بطرف الشريط أضع القليل من أصفر البيض كما أشرت سابقا. يمكنكم تعويضه بالقليل من خليط الدقيق والماء. أدخل طرف الشريط بالداخل حتى نحافظ على جمالية البريوة. أستمر بتشكيل باقي الوحدات بنفس الطريقة. أدخل بريوات الدجاج والخضر للطهو بالفرن على درجة 180، الفرن مشتعل من الأسفل والأعلى حوالي 20 دقيقة. ويمكننا كذلك قليها بحمام زيت. البريوات المحشوة بالدجاج والخضر جاهزة بألف هنا وشفاء. للمزيد من الوصفات الرائعة والمتألقة تابعوني دائما واشتركوا بقناتي ليصلكم دائما الجديد. أدلوا بالإعجاب وضعوا التعليق. لأي استفسار أو اقتراح أنا رهن إشارتكم. للتواصل معي الروابط ستظهر بوصف الفيديو. دمتم لنا أوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.